في تقديري الخاص أنه هذه اللغة لا يمكن أن تفهمها إيران، لأن الإيديولوجيا العقدية والسياسية التي قام عليها هذا النظام هي قائمة على التدمير وعلى حرب الآخر. ولذلك قال أنا لا أرغب بالصدام مع طهران متى ما التزمت بالقانون الدولي. وإيران للأسف أنها تنظر إلى مثل هذه الرسالة بأنها رسالة تراجع، بأنها رسالة خوف. النظام الإيراني والعقلية الفارسية لا يمكن أن تتقبل مثل هذه الرسائل، لأنها لا تؤمن إلا بالقوة. عندما ترى القوة تخضع وتستسلم وترفع الراية البيضاء، في عام 88 لم يستسلم الهالك الخميني إلا ما عندما رأى القوة ورأى أن العراق يخرج من يديه والمعركة تخرج أيضا من يديه، تجرع السم ووقع على مرسوم إنهاء الحرب. النظام الإيراني حتى الآن لديه مشروع تدميري في المنطقة. هذا المشروع بحاجة إلى قوة رادعة. هذه القوة الرادعة أتت مع الرئيس 45 الذي أرسل قبل عدة أيام رسائل واضحة، رسائل فعلية، وأتبع هذا اليوم برسائل قولية أنني لا أريد الصدام مع إيران ما لم تجرنا إيران إلى الصدام الحقيقي معها. طب دكتور، ما يحدث مؤخرا اليوم، كل هذا الحراك الذي يتم فيما يخص الشأن الإيراني بشكل عام، إن كان من الخارج الإيراني أو في الداخل الإيراني، ما تأثيره بشكل مباشر اليوم على استمرارية ما ذكرته حول المشروع الإيراني؟ ما يزال اليوم الشعوب، في السابق كانت إيران تتبجح أن هناك 4 عواصم عربية تتحكم فيها، هذه 4 عواصم انقلبت على نظام طهران، ولذلك حتى العاصمة 5 وهي طهران رفضت ولفظت هذا النظام الذي ذاقت منه الأمرين ورأت أنه يبدد ثروات ومقدرات الشعوب الإيرانية على معارك خاسرة لا طائل منها من خلال التمدد في عدد من المناطق. إذا حتى إيران اليوم أصبحت الشعوب أو الدول التي تنظر لها بالأمس بأنها قوة وامتداد لها أصبحت ترفضها وتلفظها، لأنها لم تجني منها إلا الويلات لمدة ثواني معدودة. يتفكر الإنسان ماذا حل في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن، يجد أن القاسم المشترك في مآسي هذه الدول وهذه الشعوب هو وجود النظام الإيراني. طيب برأيك دكتور، إلى أين تتجه العلاقات الأمريكية تحديدا الإيرانية على الأقل خلال الفترة القريبة المقبلة، وتأثيرها بشكل مباشر أو غير مباشر على كل ما يدور اليوم في المنطقة؟ حتى الآن لا يمكن التكهن بمصير هذه العلاقات وإلى أين تسير. هذا محكوم بردة الفعل الإيرانية التالية وبمدى استيعابها لرسالة الرئيس ترامب. هل تعود دولة تؤمن بمقتضيات القانون الدولي أم أنها فعلا ثورة وتحتاج إلى قمع؟ لأن الرئيس الأمريكي اليوم ناشد وطالب الحلف الأطلسي بالتدخل، أي أن يكون هناك حلفا دوليا لمواجهة النظام الإيراني وإعادته إلى صوابه. هذا من ناحية. أما من الناحية الأخرى، نعم أنا أعتقد أنه ما حدث لإيران هو ذو ارتدادات إيجابية على ما يحدث في العراق وما يحدث في لبنان وما يحدث في اليمن. بإذن الله سنرى انحسار كبير جدا لهذا النظام الفاشي في المنطقة العربية، لكن هذا أيضا مرهوم بمدى استمرارية وتقبل الشعوب بما يحدث وبدعم أممي وليس فقط من الولايات المتحدة لهذه الأحداث. طيب.